بدعوة من جامعة الأيوال رأس مشتركو برنامج الزعيم المرشحون للانتخابات النيابية ندوة حضرها عدد من طلاب الجامعة، وجرى الحديث في أفاق التغيير السياسي في لبنان من قبل أفرقاء من خارج الاصطفاف السياسي القائم. ومن المتحدثين من لم يترشح إلى الانتخابات من مشتركي الزعيم. أنا حاولت حافظ على خط أنا التميت له، هو خط المقاومة، لحتى برر بس وجهة نظر بتقول أنه نحن نحب الحياة مثل غيرنا وبنقدر ننبسط بحياتنا مثل غيرنا وبنقدر نطرح مواقف سياسية، ومش شغلتنا بس نموت على الحدود مثل ما يعني الكثيرين بيفكروا بالبلد. لا يمكن أنا كنت أنا ومايا ترو أقرب شخصين يمكن لأعماركم، أقرب ناس طالعين من الجامعة، بس اللي بيختلف فيه عن مايا إنه ما بتشارك أنا وياها بحب الوطن. يعني أنا من الأشخاص اللي نأمين على لبنان، اللي نأمين على السياسيين، اللي نأمين على الشعب. وكان وفد الزعيم الذي رافقه المدير التنفيذي في قناة الجديد إبراهيم الحلبي قد التقى رئيس الجامعة عدنان حمزي الذي استبق الجميع إلى مأدبة غداء في مطبخ الجامعة. الجامعة دورة أن تكون مركز تفاعل مع المجتمع، فبالتالي برنامج الزعيم من البرامج اللي كانت مختلفة نوعا ما عن بقية البرامج اللي بنشوفها على التلفزيون، عطت فرصة لشباب يقدموا برامج يفرجوا الناس فعلا كيف تكون الديمقراطية. وللمشتركين المرشحين إلى الانتخابات مواقف من التمديد إلى ظروف الترشح وغيرها من المواضيع السياسية. هلا هي مزبوط الناس مش معودة على شخص مثلي بشكلي بتفكيري. الزعيم الحقيقي هو اللي بيكون مع الشعب، مش بس بيحكي قدامه أو بقول أنا جاي مثلكم. لا تمثلني أول شيء، عايشني. يعني أنا بنزل بالأوتوكار، نزل بالأوتوكار شوف شو يعني أوتوكار، لأنه اللي طالع بسيارته المكيفة ما رح يحس معك. برأيي كان مفروض يكون في تمديد بس مش سنة ونص، كان مفروض يكون نوع ما 4-5 أشهر تقنيا لا يقدروا يعملوا انتخابات مثل الخلق. بس أنا بعرف إنه كلهم ناظرين شو بده يصير بسوريا، لأنه ما قادرين يتحركوا بلا سوريا. لازم ترجع الأحزاب السياسية الموجودة بلبنان تتنشط، ترجع تعيد مفهومها وتكوينها لتقدر تخرج كوادر سياسية تقدر تطرحهم مع برامجهم الانتخابية على الندوة البرلمانية، وطبعا هيدا بده مسار طويل. أنا بعتبر حالي من خارج الاصطفافات السياسية، بعتبر حالي مرشح غير تقليدي، وأكبر دليل إنه أنا البرنامج والمشروع اللي عم أقدمه هو مشروع متميز. في ناس بتعتبر اليوم إنه المرشح هني منهم بس خيار، هني مجموعة مصالح بالنسبة للناخب. انت اي مصلحة معقول تقدر تلقط ناخبين فيها؟ لا، الناخب ما بدنا نقول انه الحق على الناخب، الحق على هالطبقة السياسية اللي الناخب بيؤمن فيها انه هلا حتوصلوا لنتيجة. ما عم توصلوا لنتيجة. وصل لمجلس النواب لسبب، لان للأسف صوتنا كتير كان عم نحاول نوصله كمجتمع مدني، بس للأسف لا صوتنا عم يوصل اعلاميا ولا صوتنا عم يوصل بشكل صحيح ومؤثر. غير أن امتحان هؤلاء الذين يبحثون عن فسحة وسط زحمة الزعامات التقليدية يبقى معلقا على أهواء ناخبين من المفترض أن يكونوا في طور البحث بدورهم عن قيادات لا تشبه السائدة في شيء.